يوم يوم تاريخي للمغرب، تاريخي للعرب، تاريخي للمغاربة ككل. اليوم المغرب أبهر العالم والعالم العربي. فرح وجد مسرور بمباراة التي قدمها نادي الأهلي. أبارك وأتقدم بأحر التهاني لإخواتي المصريين. أنا من متابعين للفريق الأهلي، وكل المغاربة اليوم كانوا مساندين لهذا الفريق العريق. الحمد لله، كما شفتوا الجمهور المغربي بصفة عامة والجمهور الطنجاوي كان في الحدث وكان في المستوى، شجعنا الفريق ديال الأهلي، والحمد لله ما خيبنا شيء. وحال اللي قلتي يعني عطى دافع عن العرب الوداد والفريق السعودي الهلال باش يقدموا حتى هما مستويات كبيره ان شاء الله، ونمشيو كبير ونمشيو بعيد ان شاء الله. بان الاهلي شرف اولا الكره العربيه، الان خليناهم يعني عندهم الفوز بثلاث اصابات لصفر، يعطي دافع كبير للفرقه ديالنا ديال الوداد اللي غدا ان شاء الله باذن الله كنظن غادي تربح الهلال. ما كرهناش يعني ما نتلاقاوش الهلال، ولكن احنا كمغاربه يعني بطبيعه الحال غادي نشجعوا الوداد. حضور كان مشرف، وحنا فرحنا الفوز ديال الاهلي، وحنا مع خوتنا المصريين خوتنا العرب كاملين. وفيفا ماروك، فيفا طنجة. السلام عليكم. كما كيعرف الجميع، القدوم ديال الاهلي لمدينه طنجة اليوم صراحه كان جمهور غفير، 66000 متفرج كان تابع المقابله، وكيف ما ساندونا المصريين في المونديال وكانوا سند لينا صراحه، وقدرنا اننا نمشيو لنصف النهاية. اليوم صراحة شجعنا من القلب ديالنا، شجعنا فريق الأهلي، والانتصار ديالو اليوم بثلاثة ديال الإصابات لصفر كان صراحة فوز مستحق.